الجمهوري وشوفوا البليلة هنا كيف ما شاء الله. صراحة البليلة يا جماعة لا تقاوم. نوعين من الحلى تقدروا تاخذوه معاكم، سويت لكم كمان البليلة. أنا أكثر شيء صراحة مرة أبغى أكل منه البليلة، مرة رهيبة بشكل ما تتصوروا. شوفوا قد إيش طرية، شايفين؟ حارة. هتبقى معاكم حارة وتاخذوها معاكم برا مع قهوة عربي، روقوا كده في الجو الحلو واستمتعوا بالطعم وهي حارة لا تقاوم. شوفوا كيف شايفينها، خليني مع قهوة عربي مساج للمخ، يعني شيء مرة رهيب. اهلا وسهلا فيكم ويا اهلا بالاجواء الحلوة. حرفيا يا جماعة زي الفيديو اللي فات اقول لكم الجو عبارة عن كمية من السعادة. طيب اليوم حسوي لكم شيء مرة مختلف ومحمس اكثر من الفيديو اللي فات. حسوي لكم ثلاثة مأكولات او نقول ثلاثة اصناف من الحلى ومن المالح للشتاء، تقدروا تاخدوها معاكم في الحافظة برا وتاكلوا وتستمتعوا فيها وهي حارة يا جماعة. اول صنف حنسوي البليلة الحجازية، حسوي لكم هي بالطريقة الاصلية وبطريقة كمان سهلة، حختصر لكم في الوقت مرة. طيب الشيء الثاني حنسوي القشط، مين منا ما يحب القشط؟ اتوقع في نسبة كبيرة جدا تحب القشط، قشط التمر. الصنف الثالث حنسوي ام علي، طبعا ام علي ما حسويها بالطريقة العادية انه بس تاكلوها في البيت، حتقدروا انكم تاخدوها معاكم برا وتبقى حارة وتبقى لذيذة، تستمتعوا في الجو الحلو وتاخدوا قهوة عربي مع الحلى او مع القشط. تخيلوا كيف المنظر في الجو الجميل هذا والهواء الحلو، خلاص ما اوصف لكم. والبليلة مرة حتعجبكم انا متأكدة. احلى شيء انكم حتاخدوها معاكم في الحافظة تحطوها جاهزة، بس عليكم توزعوها في صحون بلاستيك تاكلوها في البحر في الحديقة في البر في اي مكان، حرفيا يا جماعة شيء رهيب. انا معاكم وجدان محمد، اذا عجبتكم قناتي او فيديوهاتي لا تنسوا تسووا اشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل فيديو جديد وكل وصفة جديدة توصلكم على طول. واذا عجبكم هذا المقطع سووا لي لايك واكتبوا رأيكم تحت في الكومنت ايش اكثر شيء عجبكم، ولو عندكم سؤال اكتبوا لي هو، وكمان لو حابين تشاركوا الوصفة مع احد يسوي لكم هي شاركوا الوصفة وخليه يسوي لكم هي وتجربوها. اول شيء حبدأ معاكم بالوصفة الاولى البليلة الحجازية. في البداية نقعت الحمص لمدة يوم اقل شيء او 12 ساعة، تمام، وكل 3 ساعات نغير له المويه. شايفين كيف كبر حجمه، تمام. الحين ايش حنسوي؟ هحط في قدر على النار قدر الضغط، حنزل الحمص واصفيه من مويته مرة كويس. بعد ما حطيته كله حضيف عليه موية حارة، تمام، وخليه على نار عالية. اول ما يبدأ يغلي ويطلع الريم حنشيل الريم، مرة مهم انكم تشيلوا الريم كويس حلو. بعد ما خرجنا الريم كله حنغطيه في قدر الضغط لمدة تقريبا 20 دقيقة على نار عالية او بالكثير 25 دقيقة. حبدأ اسوي المخلل اللي حنحطه فوق البليلة. حطيت هنا عندي 3 أو 4 حبات بنجر، تمام، حنقطع حنغسله كويس وحنقطع الاطراف او القمع، تمام، حنزله في القدر وحضيف فوقه موية حارة وبعدها حخليه يغلي واغطيه كده. خلاص استوى، حندخل الشوكة. اذا دخلت الشوكة بكل سهولة يعني استوى، حنخرجه من الموية ونغسله بموية باردة عشان نقدر نقشره. حنقشره بهذه الطريقة زي كذا، تمام، بس حقشر القشر وخلاص. بعد ما قشرته حيكون معاكم زي كذا، طبعا حاولوا انكم تلبسوا جوانتي ويصبغ في اليد. حقطعه شرايح وبعدين اقطعه مربعات بهذه الطريقة. طيب البنجر لا تسلقوه مرة كتير انه يصير مرة مهري. في برطمان قزاز حنحط الشمندر او البنجر بعد ما قطعناه مربعات، تمام، وحضيف عليه خيار قطعته مربعات صغيرة، تمام، وبعدها حنضيف، طبعا هذا ابدأوا فيه اول شيء في الوصفة عشان يحتاج انه يتخلل. حضيف عليه كمون وحضيف عليه ملح وحضيف شوية فلفل اسود، واخر شيء حنضيف الخل. انا حطيت خل نوعين، حطيت خل ابيض وحطيت خل التفاح. تقدروا تستخدموا الخل المركز بس او تسووا زي خل تفاح وخل ابيض. بعدها حضيف عليه موية وشطة
وغطيه وأرجه، بعدها نخليه يتخلل على ما نسوي الوصفات أو نسوي البليلة. أفضل أنكم تخلوه ساعتين ساعة أنه يتخلل عشان يكون الشمندر والخيار في طعم المخلل زي البليلة الجاهزة. تمام، حطيت في قارورة كمية من الخل الأبيض والخل التفاح بهذا المقدار، حضيف عليه موية. طيب هذا حنحطه على البليلة لما نجي يعني نغرف. كده استوى معايا الحمص، تمام شايفين كيف مرة مهري، شايفين كده خلاص حنعرف انه استوى. طيب حبدأ أجهز البليلة. خلاص الحمص سلقناه وحطيناه هنا، شوفوا كيف الحرارة. تمام حط فوقه المخلل اللي سويته معاكم. تمام طبعا أنا أبغى جاهز، أبغى هناك بس أغرف، ما أبغى أحط هناك المخلل مثلا في صحون أو كذا. تمام هحط الخل والكمون رشة وخلاص هتكون جاهزة معاكم. تمام هحطه في الحافظة، وحاولوا انكم تكثروا مويه شويه عشان يبقى فيه شويه مويه. هنا ححط شويه من الخل اللي سويته معاكم، وبعدين انتوا تقدروا تحطوا في الحافظه زي وتخلوا الحافظه جاهزه بالخل بالكمون والملح والمخلل، او انكم تخلوا الحمص لحال وكل واحد ياخذ في صحنه ويقسم، ما ادري يعني حسب انتوا ايش تفضلوا. تمام انا قررت اني احط كل شيء جاهز عشان خلاص حاطه معايا جاهز زي كذا. حطيت ملح وحضيف كمان كمون، تمام وحضيف واقلبهم. اخر شيء حنضيف المخلل في النص بدون ما اقلبه، حتقلبوه يعني لما تيجي تاكلوه عشان، وكده حتكون جاهزه معانا البليله. شايفين ما شاء الله تبارك الله كيف شكلها مشهي والطعم اتعب وانا اقول لذيذه، ما اوصف لكم الطعم قد ايش لذيذه. طبعا انا دقت كثير يعني، اكيد واحده تطبخ اهي تحدوم اكيد. رهيبة. غطيها تمام، هغطيها عشان تبقى حارة وناخدها معانا واحنا خارجين، ما اوصف لكم الطعم. خلاص دحين حنبدأ بتاني وصفة، حدهن الصينية بشوية زيت. تمام وهنا عندي عجينة البيف باسري، طبعا لونها غامق عشان استخدمت النوع اللي البر، انتو استخدم النوع العادي جبتها بالخطأ. بعدها هخرم البيف باستري زي كده وحدخلها الفرن تقريبا مدة 15 دقيقة على نار 150 درجة في الرف الوسط، حنشغل بس من تحت. تمام هتكون كده جاهز البيف باستري معايا. هحط الحليب اذا حتسووه بودرة حطوا موية دافية. طبعا انا عندي الحليب جاهز فحسخنه على النار وحضيف عليه سكر وحضيف فانيليا واخليه يصير دافي، حقفل النار. حبدا اكسر البيف باستري تمام، وتقريبا في حجم الصحن هذا ححط حبتين، وحنحط مكسرات مشكله مجروشه، وححط جوز الهند طبعا اختياري. اخر شيء حنحط الحليب الدافي، لازم الحليب يغطيها. واخر حاجة على الوجه حنحط القشطة ونوزعها. تمام حندخلها الفرن نشغل من تحت، بعد ما تغلي وتبدأ تتسبك نشغل من فوق يتحمر الوجه. وكده خلاص خرجتها من الفرن، شايفين اللون ما اوصف لكم الريحة، تاكلوها وهي حارة. حطيتها في الحافظة هتبقى معانا حارة حتى لو خرجنا فيها برا. الشكل يا جماعة يعني يوصف لكم الكلام بدون ما اتكلم، انا هتبقى معاكم حارة وتاخدوها معاكم برا مع قهوة عربي، روقوا كده في الجو الحلو واستمتعوا بالطعم وهي حارة. طبعا انا حدوق معاكم، سويت واحدة حدوق معاكم، خلاص كده قفلتها حخليها على جنب مع البليلة، باقي اخر شيء بس القشط. شوفوا معايا شوفوا قد ايش طرية، شايفين حارة لا تقاوم، حرفيا اتعدت مرحلة اللذاذة، لازم تجربوها بليلة وهي حارة وتستمتع بأم علي وهي حارة. شوفوا معايا كيف أم علي، وشوفوا البليلة هنا كيف ما شاء الله، صراحة البليلة لا تقاوم. شوفوا معايا المنظر، قرب كده شوفوا كيف فيها موية هنا، نقول بسم الله.
رهيبة. حنبدأ بتالت وصفة اللي هي القشط. أول شيء ححط 100 جرام زبدة وحسيحها وأخليها شوية تتحمص أو تتشقل. بعدين حنضيف الدقيق، تمام؟ دقيق بر، مو دقيق عادي، دقيق بر. طبعا حكتب لكم كل المقادير تحت في صندوق الوصف، وحقلب الدقيق مع الزبدة إلين ما يتجانسوا وحمسهم شوية تقريبا 10 دقائق. بعدين حنضيف لبن سائل ونقلبهم مع بعض على نار متوسطة لمدة برضو 4-5 دقائق. بعدين بعد ما يصيروا زي كده حنضيف التمر. التمر طبعا بنوى وحكتب لكم اسمه تحت في صندوق الوصف، وبس حقلبهم مع بعض تقريبا لمدة 10 دقائق على نار هادية، وخلاص كده حيكون جاهز القشط. وخلاص كده القشط صار جاهز، حبدأ احطه فيه. شوفوا ما شاء الله كيف القشط، خلصنا من القشط. شوفوا ما شاء الله تبارك الله ام علي، والبليلة شوفوا البليلة. حدوق معاكم قشط التمر، شوفوا كيف ما شاء الله، شوفوا كيف، شايفين الحبة كيف كلها متغلفة، شايفين؟ خليني ادوق. بسم الله. مع قهوة عربي، مساج للمخ. يلا شغلت؟ ايوه خلاص. طيب وكده اقدر اقول لكم حرفيا اتعدى مرحلة اللذاذة. لازم تجربوهم، لازم تجربوهم الثلاثة وبالعافية. اذا استفدتوا عجبكم المقطع وعجبتكم الوصفات، لا تنسوا تسووا لي لايك وتشتركوا في قناتي عشان اتحمس واسوي لكم وصفات ألذ واحلى. كمان لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنت، كيف كان، كيف كانت التجربة، وابغى اكل معاكم. اصبروا اكل بعدين اكمل.